معانا سيادة النائبة رقية الهلالي. سيادة النائبة بعزيكي وبعزي أهلنا في مصر كلها الحقيقة. يعني الحادث، ردود أفعال هذا الحادث عندكم في سوهاج شكلها إزاي دلوقتي؟ والله حضرتك إحنا في مأساة، يعني نعزي مصر كلها اليوم وليس محافظة سوهاج وحدها. حادث نعم. أليم، حادث مقطع قلوبنا كلنا، من أصعب الحوادث، لأنه كمان في فئة كبيرة منه اللي توفوا كان فئة شباب، وكل التعازي لأسر المتوفين، وتمنياتنا بكل الشفاء إن شاء الله للمصابين. سيادة النائبة، يعني أعتقد أن البرلمان معني بهذا الأمر، والبرلمان شكل لجنة لهذا الغرض، لكن القضية دي بالتأكيد ستطرح على أعمال البرلمان خلال الأيام القادمة. كيف ترين كيف ترين التوصيات في هذا الأمر؟ احنا بنكلم حضرتك من قلب الحدث. نعم. احنا متواجدين في مقر الحدث. نعم. وبنلف على المستشفيات جميعا. نعم. هو إلى الآن لم طبعا تتضح المعالم تفصيلا. صحيح. إن كان سبب الحادث الرئيسي، وتحقيقات جارية. بمجرد إن شاء الله ما تطلع التوصيات والبيانات النهائية، إن شاء الله هيكون لنا طبعا في البرلمان. إحنا أهم حاجة في شوية حاجات إحنا كنا عايزين نأكد عليها، إن شاء الله نأكد على إن القطارات القديمة، القطارات المميزة اللي يكون ليها وضع ثاني. نعم. طبعا سيادة الرئيس ووزارة النقل قايمين بمجهود كبير جدا في تحويل القطارات القديمة المميزة العادية للقطارات الوراثية. نعم. فإحنا عايزين نأكد على هذا الموضوع إن شاء الله جميعا كنواب، وفي نفس الوقت إن شاء الله إن يتم تطوير خطوط السكك الحديدية بالكامل. يعني إحنا معنيين رقم واحد بوزارة النقل مخاطباتها في جميع الاحتياجات. في نقطة مهمة النهاردة كانت ظهرت لنا وإحنا في قلب الحادث، اللي هي السرعة المطلة على السكك الحديدية مهما كان طولها. نعم. لأن من أهم المشاكل اللي قابلتنا النهاردة وإحنا لسه متواجدين، إن ما فيش معدات كانت عارفة تدخل بالشكل السليم. فإن كان في بعض إن إحنا نحاول الطرق التي السرع التي تطل على خطوط السكك الحديدية كلها وضع مختلف، لأن إحنا بنتكلم في حياة المواطن المصري. يعني كل هذه التوصيات بنضعها أمام السيد وزير النقل والمواصلات. بناخد فاصل ثم نعود إليكم أيضا.